مرحبا بكم طلابي أحبائي طلاب الصف 11. هذا فيديو وصف وحدة تربي جعل هذا البلد آمنا. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على أهم المحاور والموضوعات التي سنقوم بدراستها ومناقشتها في هذه الوحدة. كونوا معي. بداية وكما يظهر أمامكم، هذه هي الدروس التي سنقوم بدراستها من سورة الحشر من الآية 18 إلى الآية 24، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الإسلام والوحدة الوطنية، منهج الإسلام في معالجة مشكلة الفقر، تنظيم الناس. سورة الحشر، الآيات الكريمة من الآية 18 إلى الآية 24. يتوقع منك عزيزي الطالب أن تتلو الآيات من سورة الحشر تلاوة صحيحة، أن تبين معاني الكلمات والمفردات الواردة في الآيات الكريمة، أن تفسر الآيات الكريمة تفسيراً سليماً، أن تمثل التوجيهات الواردة في الآيات الكريمة، أن تحفظ الآيات الكريمة حفظاً غيباً. هذه هي الخارطة المفاهيمية موضوعات الآيات. أولاً، تقوى الله تعالى والعمل بيوم الحساب، عظمة القرآن الكريم، تعظيم أسماء الله الحسنى. ننتقل بعد ذلك إلى الدرس الثاني، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يتوقع منك عزيزي الطالب أن تبين مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن تتعرف إلى حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، توضح أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتستنتج خطورة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن تبين ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وآدابه، أن تحرص على القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه هي الخارطة المفاهيمية التي سنتناولها. البند الأول، مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحكمه، الأهمية، وهي بالتلخيص نيل السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة، تحقق خيرية الأمة العربية والإسلامية وكمالها، استقرار المجتمع وأمنه وسلامته. خطورة تركه، انتفاء صفة الخير عن الأمة، انتشار الفساد، انعدام المروءة. ضوابط، التحلي بالحكمة والموعظة الحسنة، واختيار الظرف المناسب، العمل بما يأمر الناس والبعد عما ينهى عن العلم بما يؤمر به أو ينهى عنه، الصبر على الناس والرفق بهم. ننتقل بعدها إلى الإسلام والوحدة الوطنية. سنتعرف إلى مفهوم الوحدة الوطنية، نوضح توجيهات الإسلام لتحقيق الوحدة الوطنية. سنكون حريصين في نهاية المطاف على تمتين العلاقة بين أبناء الشعب والوطن الواحد. الإسلام والوحدة الوطنية، هذه هي محاور الدرس، مفهوم الوحدة الوطنية وأهميتها، توجيهات الإسلام لتحقيق الوحدة الوطنية، تأكيد الأخوة الإنسانية، تقبل اختلاف الناس في أديانهم ومعتقداتهم، محاربة صور التعصب والعنصرية، المساواة بين جميع أفراد المجتمع، السعي إلى تحقيق التكافل. أيضاً سننتقل إلى معالجة الفقر ومنهج الإسلام كيف يعالجها. سنتعرف إلى مفهوم الفقر ومخاطره، نوضح أسباب الفقر، نوضح منهج الإسلام في معالجة الفقر، ونحرص على مساعدة على تقديم المساعدة. منهج الإسلام في معالجة الفقر، مفهوم الفقر ومخاطره، أسباب الفقر، منهج الإسلام في محاربة الفقر، الحث على العمل، تحقيق التكافل والتوكل على تنظيم الناس، بيان ما هو تنظيم الناس، ونوضح كل من تنظيم الناس وتحديده، التفريق بين التنظيم والتحديد، تقدير أيضا عناية الإسلام بهذه حياتنا وصحتنا. هنا أيضا سننتقل إلى تنظيم الناس من حيث المفهوم والحكم وتحديد الناس وحكم. هذا هو عرض سريع لما سنتناوله خلال هذا الأسبوع العاشر. أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لك.